السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيت إني أفرجيكم مشترياتي، لقيتهم وأعجبوني وحبيت إني أفرجيكم إياهم. هاي سيليكون فيها أرقام من 1 لـ9، بنحط فيها شوكولاتة معاها، بيجي هاي بتحطي الشوكولاتة فيها وبتسكريها، وبتغيري هاي تحطيها هون وتحطي فيها الشوكولاتة وتحطيها بالفريزر، وبعدين بتطلعيها عشان تحطيها على الكيكة الرقم اللي بدك اياه. هاي كتير كتير اعجبتني، هذه الحمالة لغطاية الطنجرة وللمغرفة زي ما انتو شايفين، بنحط على المجلى جنب الغاز وبتستعمليها. هدول الصحون كتير حلوين، تحطي فيهم البهارات لما بدك تطبخي. وهاي للكابتشينو، بتعمل الكابتشينو عادي وبتحطي هذه بالمج تبع الكابتشينو وبتعمل هيك، فبتطلع لك الرغوة تبع الكابتشينو. هذا جاب السلطة، يعني مش غريب بس انه حبيت اني افرجيكم اياه. وهذا للكب كيك سيليكون برضو، كتير الموديلات اعجبتني، وعشانه صغير يعني انا الي فترة بدور على حجم زي هيك. وهدول منظمات للثلاجة، حبيت منظرهم صغار، بيجي بالرف تقريبا 3 أو 4، كتير حلو. وهاي اللي انا كنت بدور عليها من زمان، شوفين هذا جات زي ما انتم شايفين، جات عادي. بس هاي السر في هذه الغطاي، في الها فتحة بتحطي الخفاقة فيها وبتخفقي، فما بطرطش علينا الكريمة او الكيكة اللي انت بتسويها. وهدول سلال يعني لعدة استعمالات، انا جبتهم عشان احطهم في باب الثلاجة للاشياء الصغيرة، بيكون منظره كتير حلو، ممكن تخليهم على المجلة برضو ما في مشكلة، منظرهم كتير روعة. هاي للتمر، تمرية بنسميها، حلوة لرمضان، لها عندي فترة يعني بس جديدة لسه، فحبيت اني افرجيكم اياها عشان رمضان جاي علينا. ان شاء الله كل عام وانتم بخير، ونعاد علينا وعليكم على الامة الاسلامية بالخير. بنحط التمر وبنرش عليه شوية هيل مطحون وبتغطى، وبنحط للضيافة. هدول فوط للمسح، كتير بحب نوعيتهم، بيشربوا مي وكتير حلوين، يعني ممكن تمسحي على الناشف للغبرة، بتلاقيهم كتير بيساعدوا. وطبعا الشاف لازم، لما الواحد يشتري لازم يشتري الشاف، بعدين عشان جايينا رمضان كمان بتشوفي شو النواقص اللي عندك وبتحبي انك تجيبيها. فهاي مشترياتي، ما اشتريتهم مرة واحدة، اشتريتهم على مرتين، اسعارهم كتير كتير يعني حلوة، مش غالية زي ما انتو شايفين، اشياء بسيطة بس حبيت اني افرجيكم اياها. ان شاء الله بتعجبكم ويعطيكم العافية.